انت مش قبضت امبارح؟ لو صبر القاتل انا كنت لسه هطلعهم لك. اتفضلي يا ستي. ايه ده؟ يا خبر. ايه؟ ايه في ايه؟ الفلوس. الفلوس راحت؟ اهم يا ستي. ادي 2 جنيه. وادي نص. ونص جنيه ليا بقى مصاريف الشهر. مش كتير يا نجيب. اصل احنا عندنا طلبات. ومصاريف اخوك اصله هيخش النيابه. خش النيابه؟ الف مبروك ليه ولينا. مش 50 قرش كتير، خليهم ريال. ريال يعمل بيه ايه بس؟ ده فندهد الدنيا. تنشك في زورك قادر يا كريم، ما تخرصي. وكل حاجه خرصتي. حاضر يا ستي، اتفضلي. ده ريال ليا انا. تعيش يا اخويا. ربنا ما يحرمنا منك ابدا. انت صحيت يا توفيق؟ ابنك قلق منامي. فين الفطار؟ هو عندك اهو. ايوه فين البيض؟ هي الفراخ اللي في السطح بطلت تبيض؟ بعناهم عشان ندبق المصاريف. وادعي لاخوك نجيب هيكمل لك الباقي. مبروك النجاح يا توفيق. ناوي على ايه بقى؟ النيابه طبعا. السلك القضائي بيطلع وزراء وبشوات وكبارات البلد. خلونا بقى نرجع زمن الياس ريحانه. يا رب اشوفك وزير يا توفيق يا ضنايا. ايوه نينا، بس واحده واحده يعني. الاول وكيل النائب العمومي، ثم قاضي، ثم رئيس محكمه، ثم الوزاره. انا همشي بقى. مع السلامه يا حبيبي. مع السلامه. مع الف سلام. اتتلاغ صاحبه العزم. أنا كنت عايزك في موضوع. آخر ريال في جيبي يا نينا. لا، موضوع تاني. إيه؟ موضوع امتثال تاني برضو؟ ما هو أصل أمها جت امبارح وسابت لي 10 جنيه عشان الجبانيوت وكده يعني. والكلام اللي كنا قلناه كان إيه؟ كان هوا؟ ما هي خدتني في دوكة وفي سلقط وملقط وسابت ال 10 جنيه ومشيت. يعني إيه؟ واخديني بيع وشروة؟ هيصرفوا عليا؟ لا لا، الجوازة دي أكيد معيوبة، أكيد فيها إنة. أيوه، الجوازة دي معيوبة وفيها إنتين تلاتة مش إنة واحدة. ما تخلص يا بت، امشي. يوه، اوعى تتجوزها يا سينجيب، دي شبه الخرتيت والفيل أبو زلومة. نينا، ممكن تقومي معايا؟ على فين؟ هنطلع على الخرتيت أبو زلومة، أنا أنهي الموضوع ده النهاردة وحالاً. استنى بس. استنى بس يا ابني. استنى ايه؟ لما تكتبوا الجبانيوت روح شوف مصلحتك وانا هتصرف. ما اتصرفش انا ليه؟ وانا صغير؟ هات ال 10 جنيه. هات ال 10 جنيه. انا طالع للخرتيت ابو زلوم. ايه ايه؟ عصفور يا ام عصفور. يا لهوي يا نينا يا نينا يا نينا يا نينا يا نينا يا نينا يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا بالعريس. اتفضلوا اتفضلوا. ايوه كده الزياره واجبه. معلش يا نجيب افندي يا عريس بنتي، اصل يا اخويا كده ابوها اول ما بيخرج يروح شغله زي ما انت شايف كده. امتثال تحب شغل البيت، وما اقولكش بقى على شغل البيت ولا طبخها. طبخها يعجبك قوي. خليها خليها صاحب نصيبها يمكن تعجبه. خد يا ست ممتثال، فلوس دي اشتري بيها عريس تاني غيري. معلش نينا كسفت تقولك، واياكوا حد ينزل عندنا تاني. مفهوم؟ يلا يا نينا. لا 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 لا، كده الكلام ده ما ينفعش. جرجس افندي استفانوس هيبقى له معاك كلام تاني. لا كلام تاني ولا كلام تالت، يسكت احسن. وده اخر كلام عندي. يلا يا نينا. وانت كده بقى موافقه يا ست لطيفه؟ معلش يا حبيبتي، اصل هو اللي هيتجوز. انا حاولت صدقيني. ترخصونا مع لا ده كده الموضوع مش هيعدي على خير ابدا. انا هلبس دلوقتي واروح لابوه في الديوان يشوف له صرفه معاه. ده لسه كان هيعملك استفتاء مع البشكاتل. والعذرة ما تزعلي، ده كل شيء نصيب. ادخلي يا نينا ادخلي، سيبيها تزعل. ازعلي. طب انا هشوف لي صرفه معاكوا بقى. سينجيب تشرب ايه؟ رجع الفلوس، مش عايز حاجة من وشك. نجيب
تعالى حضرة البشكاتب. وادي يا سيدي البشكاتب بتاعهم، قول له بقى كل اللي انت عايزه. أؤمرني يا ريت يا فندي. أنا في الحقيقة حضرة البشكاتب كنت وسطت سعادة رئيس قلم القوانين في تعيين اتنين من طرفي، نجيب إلياس رحانة وعزيز عيد. دول بالفعل عندي في القلم. وبصراحة بقى أنا كنت حريص على تعيين نجيب بالذات لأنه عشمني إنه هيتجوز بنتي، بس طلع خسيس وندي وكسر قلب البنيه. أؤمرني بالمطلوب وأنا نفذ، وقلم القوانين كله قدامك أهو، وأنا عليا المدير الإنجليزي. أنا طلبي إنه يترمي في الشارع زي ما كان، وزي ما أنا توسطت في تعيينه أنا دلوقتي اللي عايزه ينطرد. اعتبره حصل.